من أجزائهم. احذروا ما الذي حدث. ستنتقل؟ رائع، سأساعدك في التوضيب. لن أنتقل أيها الأحمق. وجدتها. كنت أتساءل ما حل بهذه. وأخيرا تحررت من ذلك الصندوق الكئيب. نظرا للطفك سأكافئك بالخلود. هذا ممل. أردت بعض المعاملة اللطيفة. لا معاملة لطيفة، هذا لن يسبب لنا سوى المتاعب. الشخص نفسه أهم من وجود بعض أجزائه. أنا جائع. لا شك في ذلك. وإن فصلت سماتكم الحسنة سيكون لدي فريق مكافحة الجريمة الأفضل على سطح الكوكب. وأجل، ستكونون أقل إزعاجا. أخبرني سايبورغ، هل سبق أن تساءلت لما يقوم البستاني بتشذيب أغصان الشجرة؟ لا، لكنني أحب الإيجار. لنجرب مرة أخرى. أخبرني. أتريد سماع شيء مضحك؟ أوه، أنت الجزء الفكاهي من شخصية سايبورغ. اسمع، لدي نكتة. توك توك. من هناك؟ ليس أنت. أنت حماسه إذن، أليس كذلك؟ تعرف هذا؟ يا أنا جاهز سيدي. أعجبتني من الآن. لدي سؤال، حين تدخل منطقة للعدو ما هو سيدي. أول فقهم؟ ما رأيك؟ سيدي، يرى هذا الجندي أنهم لن يكونوا فعالين في أرض المعركة أبدا. قد يكون أحدهم مفيدا كدرا بشري. سيدي. تعجبني الغاضبة. سيدي. أنا موافق. ستار فاير. ريفن المتقدة. أنا أكره المقدمة. سجلت هذا. المقاتلة ستار فاير. سأدافع بكل قوتي. كم يعجبني هذا الحماس. سأطلق النار. ضربة دلتا المزدوجة. تتسببون لي بالغضب الشديد. ما الذي فعلته؟ أوه، هذا صحيح، كونت أفضل فريق من الأبطال الخارقين على الإطلاق. آسف يا رابطة العدالة. روبن، ما الذي تفعله؟ ألا ترى أنك تبالغ في هذا؟ لم أبالغ بما يكفي. فكروا بالأمر، خمسة من روبن في فريق واحد، كل منهم بقوته. اعترف. لابد من أن هذا يمثل الجانب المهووس منه. لست مهووسا، أنا مهتم بالتفاصيل فقط، وهذا ما يجعلني محققا مميزا. اعترف. قبل الذكي. يا أمرك بي. كلنا كذلك. ليس كلنا. مرحبا.